مستمرون مشاهدينا في تغطية فعاليات اليوم الثاني من القمة الروسية الأفريقية، وينضم إلينا الآن هاتفيا الدكتور مدحت الصالح أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة. دكتور، يعني بعد متابعتنا لجلسة اليوم، دعوة واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإيجاد حلول عادلة لأسعار الغذاء والأسمدة، وأشار في ذلك إلى أن أفريقيا تطمح في التنمية المستدامة. في رأيك إلى أي مدى يمكن أن تلقى هذه الدعوة صدى، خاصة مع كامل الاستعداد من قبل الجانب الروسي للتعاون مع أفريقيا؟ التحية لحضرتك أستاذة إيمان والأهل مدبيرو جميعا. أهلا بك. وكل عام وحضراتكم بخير. الموقف المصري كان جديد بالاحترام. الموقف المصري معبر عن القارة الإفريقية، لم يعبر عن نصرنا الحبيبة فقط، هو عبر بالتحديد وبالأكيد عبر عن الموقف المصري، ولكنه عبر عن مصر القائدة الرائدة الإفريقية. حضرتك تذكري معايا ويذكر مشاهدنا الكريم إن مصر في النسخة الأولى سوتشي 2019 قادت المنتدى الأول أو القمة الروسية الإفريقية أو الإفريقية الروسية. ياسر عرفات السيسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكان الاعلان النهائي او البيان الختامي كان بمثابه خارطه طريق وضح فيها الكثير من النقاط، درس فيها الكثير من المعوقات التي كانت تعيق تحقيق بعض الامور، الا انها استمرت واتت بكلها. القمه الثانيه الان لا تبني على فراغ، هي بنت على قمه سوتشي 2019، ويمكن بيان سان بطرسبرغ او الختام الذي ننتظره، البيان الختامي الان يكون مفاجاه العظمى وبين التوقيت الحرج جدا لانعقاد القمه واصرار من القيادات الافريقيه والقيادات الروسيه على عقد الوقت، لا يسمح ضد هذه الاتحاديه الوقت الحالي لم يكن يسمح بذلك. وانا اثني على قرار القياده السياسيه المصريه في الذهاب الى الشرق واكمال المسيره العسيره، كان علينا الاختيار وكان على الامه المصريه ممثله في قيادتها السياسيه ان تختار العالم كله الان تتجاوبه الصراعات غير عاديه، هذا الدب الروسي، هذا الشيء الهندي، هذا التنين الصيني، والعم سام وعصاقه وغرب اوروبا، والامر كان يحتاج الى تحديد. نحن لسنا مع احد ضد احد، ولكن لنا هويه خاصه مصالح مصرية وإفريقية. صحيح، هي مصالح مصرية وأفريقية تحدث عنها الرئيس، خاصة عن تلبية احتياجات الدول النامية وخاصة الدول الأفريقية. دكتور، يعني الرئيس الروسي كان واضح من يعني خطاب أثناء القمة بشكل عام أنه يريد أن يدعم وجود ثقة لأفريقيا في المحافل الدولية وفي المنظمات الأممية، وهذا الأمر أشار إليه الرئيس حول ضرورة وجود صوت لأفريقيا في هذه المنظمات الأممية. في رأيك يعني هذه المناشدة يمكن أن تؤتي صداها؟ نعم ستؤتي صداها، وإن اليوم أو غدا فمثل هذه القرارات لا تتحقق في سوتش خمس شهور أو لا، ولكنها لها مغزى. أصدقك القول أن المحطات العالمية، هذا كرجل أكاديمي في مصر متخصص في هذه الأمور، من شغلي إن أنا أتابع ما يحدث في العالم وما إلى ذلك. المحطات العالمية الإسبانية والغربية والشرقية والتوسطية، وكلها تتابع هذا المؤتمر ومحلليها على اعلى مستوى يدرسون ما سيحدث وما ويحاولون توقع ما سيكون في البيان الختامي. فليس من حق الامه الافريقيه ان يكون لها صوت في مجلس الفيتو، هذا المجلس الخماسي الذي يقتصر على هذه الدول فقط،
وبالمناسبه روسيا تتدخل كثيرا، روسيا والصين الحق يقال، روسيا والصين تتدخل كثيرا استاذ ايمان للخيلوله دون اتفاق، وبعض القرارات التي من الممكن ان تضر بالدول الناميه والداعيه للنمو والاقل نموا ومنها بالطبع دولنا الافريقيه. هم اصدقاء لنا واتفاقياتهم معنا. نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتور مدحت الصالح أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة.